السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام معنا في هذه الحلقة من برنامج هذا المساء. حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي باهتمام خاص من خلال مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها سبيلا للنهوض بهذا القطاع الحساس، فما أهم الإنجازات التي تحققت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وما هي الآليات التي تم العمل من خلالها؟ لنقاش هذا الموضوع أستضيف كل من السيد محمد رمين والأحمد زيدان مكلف بمهمة رئيس اللجنة الوطنية للتوجيه والمنح. أهلا بكم السيد المستشار أو المدير المكلف بمهمة، أهلا بكم. أهلا بكم السيد يدوم محمد لمين مستشار مكلف بالاتصال. أهلا بكم السيد أحمد دونة والعبدي مدير التعليم العالي، اهلا وسهلا. اذا قبل الدخول في النقاش مع ضيوفي الكرام نبقى مع التقرير التمهيدي التالي مع الزميل موه الأحمدنا. التعليم العالي في بلادنا حظي بعناية خاصة خلال السنوات الماضية بغية الرفع من شأن القطاع ليواكب عملية التطور التي شملت مختلف المجالات، مع التركيز على التخصصات التكوينية والمهنية التي تلبي حاجة السوق وتدعم تحقيق الاكتفاءات الذاتية، مع العمل على تطوير البنى التحتية على مستوى الترميم والتشييد لضمان البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي، هذا بالإضافة إلى الورشات الهادفة لمناقشة المعلومات حول واقع التعليم العالي وتبادل الأفكار والآراء بغية تشخيص الواقع ورسم خطة تواكب عملية التطور والتقدم، سعيا لضمان تعليم يسهم في عملية التنمية والازدهار، والحرص على تطبيق هذه الخطة على أرض الواقع للتغيير من واقع التعليم في البلاد. فكيف انعكست العناية التي حظي بها التعليم العالي على القطاع؟ وما أبرز الأهداف التي في الآفاق المستقبلية؟ وما التحديات التي قد تحول دون تحقيق الأهداف المرسومة؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، أهلا بكم ضيوفي الأكارم. بداية معكم السيد محمد رمين والأحمد زيدان، طبعا مكلف بمهمة رئيس اللجنة الوطنية للتوجيه والمنح. نريد أن تعطونا لمحة عامة حول قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. لا قوة إلا بالله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللغدة من لساني يفقه قولي. بداية نشكر تلفزيون الوطني برنامج هذا المساء على هذه الفرصة. شكرا. اللي من خلالها نطلع السادة المشاهدين مواطنين الأعزاء، ونطلع المهتمين بالتكوين في مرحلة ما بعد البكالوريا على مهام التعليم العالي والدور المنوط به والإجراءات المتبعة في سبيل الرفع من مستوى الكفاءات العالية على المستوى الوطني. هذه الأهمية تستمد دلالتها من الإرادة السياسية القوية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني وحكومة معالي الوزير الأول محمد مسعود بلال، التي تسعى إلى الرفع من مستوى التكويني في التعليم العالي وإلى سلاسة وانسيابية ذلك التكوين في هذا القطاع الذي يتسم لا عندنا وحسب وإنما في العالم أجمع بالحساسية والأهمية لما له من دور في تكوين وتطوير لبنيات البنيات الثقافية العالية للدول الوطنية عبر العالم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما تعلمون أحد المرافق الحكومية الهامة، خلال السنوات الثلاثة الماضية تطورت ميزانيتها، والميزانية هي التي تنفذ بها السياسات، من 9.9 2019 إلى 17.4 مليار أوقية، وحجم التطور الذي يرقى إلى مستوى حدود 75% في ميزانية 23 و2000، دال دلالة بينة على الأهمية القصوى للقطاع ولإدراك أولي الأمر للمسؤوليات الملقاة على عاتقه. طبعا المسؤوليات الملقاة على عاتقه تتجلى في مكونات أساسية كبرى، أولاها هو تكوينه في مرحلة ما بعد الحصول على البكالوريا الوطنية
وهي بالمناسبة تحدي كبير جدا، لأن مخرجات مرحلة التعليم الأساسي والثانوي في التعليم العالي تتسم عندنا بقدر من المميزات والخصوصيات التي تجعل من اللازم الإنسيابية والسلاسة في الولوج من جهة، وما يناسب الطلاب كل في طبيعة الثانوية التي يحملها والمؤهلات التي يراد له أن يتكون فيها. هذا المكون نسميه مكون التوجيه والمنح في التعليم العالي. المكون الثاني يتعلق بترقية مؤسسات التعليم العالي وتطويرها لمواكبة مثل هذه الأعداد والتشريعات، أي الإطار القانوني والمؤسسي للتعليم العالي. فبالنسبة للأول تقوم عليه اللجنة الوطنية للتوجيه والمنح، بالنسبة للثاني ترعاه مديرية التعليم العالي وعموم المؤسسات، وثمة محور ثالث ولا يقل أهمية عن الأولين، هو اللي يتعلق بالحكامة وتطوير البحث العلمي وتوجيهه وتوحيده والبحث عن مصادر لتموينه. إذن فعلا التحديات والمسؤوليات الملقاة على عاتق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كبيرة جدا وواسعة ومفصلية من حياة المكونين أنفسهم، سواء كانوا أساتذة أو باحثين أو سواء كانوا مكونين طلابا. هذا بصفة مجمل. نعم. ونحيل الكلمة. إذن شكرا لكم السيد المكلف. السيد يدوم فيما يتعلق بالزيادة التي تحدث عنها السيد محمد الأمين المتعلقة بزيادة تمويل القطاع، كيف يمكن كيف تم ترجمتها من خلال واجهة التعليم العالي أو بناء مؤسساته أو تطويره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم كما قال سعادة المكلف مهمة. التعليم العالي هو أحد القطاعات التي يعول عليها في البناء الوطني، لأنه يشكل المحصلة الكبرى والأخيرة للمجهود الذي تبذله الدولة في تكوين الأشخاص وفي تكوين مصادر بشرية قابلة للمساهمة في التنمية. وكما قال أيضا، يستمد هذا القطاع أهميته وتمت ترجمتها في برنامج رئيس الجمهورية الذي ركز انطلاقا من تشخيص واضح ووفي لوضعية التعليم العالي عندنا، ركز على تنويع التكوينات أو مسالك التكوين حتى تشمل جميع القطاعات التنموية، وركز على زيادة القدرة أو الطاقة الاستيعابية للمنظومة والاستعمال الأمثل للطاقة الموجودة، وهو محور ثاني من العمل ومن الإنجازات التي قام بها القطاع، وركز أيضا على تحسين الظروف فيما يتعلق ظروف الأساتذة وظروف الطلاب إلى آخره. وقد تجسدت هذه العناية وتجسدت الموارد المهمة التي تم تخصيصها للتعليم العالي في إنجازات سنذكرها تباعا، ولكنها كلها تصب في أحد هذه المحاور، ما في توسيع الطاقة الاستيعابية وتطوير ظروف الأساتذة والطلاب. طبعا توسيع الطاقة الاستيعابية زيادتها عن طريق مثلا إنشاء مؤسسات جديدة، عن طريق إنشاء مسالك تكوينية جديدة، عن طريق إعادة تأهيل بعض المؤسسات، مؤسسات التعليم العالي حتى تزيد طاقتها الاستيعابية، وعن طريق زيادة الرواتب، رواتب الأساتذة وزيادة المنح إلى آخره. كانت السنوات الثلاث الأخيرة حافلة بما يبرهن بشكل قاطع
على أن هذه العناية بالتعليم العالي كانت صادقة، وأنها وأن الموارد التي تم صرفها فيه كانت في محلها وأعطت نتيجة. إذن شكرا لكم سيد المستشار. أهلا بكم سيد المستشار أحمد دونة أو المدير. فيما يتعلق بالتعليم العالي، ما هي الخطة التي تم وضعها مؤخرا من أجل السير عليها لإنجاح أو للنهوض بهذا القطاع الهام؟ شكرا. أنا أيضا بدوري أشكر التلفزة الموريتانية على هذه السانحة. أهلا وسهلا. أنا أعتقد أن الأمر يتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. صحيح. لأننا نسعى مكونة البحث العلمي. البحث العلمي. وكما أشار إليه السيد المكلم. سيكون هناك محور خاص بالحديث عن البحث العلمي. نعم. لكن الوزارة ككل وزارة التعليم العالي. نعم صحيح صحيح. إذا كما أشار إليه زميلان، فعلا هنالك موارد تم زيادتها، والأهداف هي الأهداف التي ذكرت. ولكن بداية لهذا الحديث وكبداية لهذا الحديث أريد أذكر بشكل منظومة بحجم منظومة التعليم العالي تضم مجموعة من المؤسسات، من أبرزها جامعة المغشوط التي تضم حوالي 80% من مجموع الطلبة إجمالا عددهم يبلغ حوالي 30,000 مستوى الوطني، 20,000 منها حوالي 80% من الجامعة، الجامعة بكلياتها، كلية الطب وكليات مختلفة. صحيح. وهنالك المعاهد ومدرسة المهندسين أو مجمع بوليتكنيك، وهذه عندها وصاية مشتركة، كما هنالك وصاية مشتركة مع معهد العالي للدراسات العربية الإسلامية ومع جامعة العيون. وبالتالي فوزارة التعليم العالي هي الوزارة المسؤولة عن الجامعة والمؤسسات التابعة لها وعن مؤسسات أخرى للتعليم العالي. وهذا هو حجم المنظومة، حجم المنظومة هو حوالي 30,000 طالب. جيد. إذن بالنسبة لما ورد ذكره سوف 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 نترك الفرصة، ولكن يمكن نتحدث عن مفهوم زيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات. يعني كما ذكر هنالك موارد، ولكن سوف نتحدث عن مختلف أوجه صرف هذه الموارد إن شاء الله تعالى. طيب. إذن شكرا لكم. إذن نواصل معكم السيد المكلف بمهمة فيما يتعلق بالقطاع بشكل عام، محور التوجيه والمنح، بداية قدوم الطالب في أول خطوة للجامعة أو للتعليم العالي بصفة عامة، الطريقة التي يتم توجيهه بها، ما هي على ماذا تعتمد؟ مرة أخرى المحور الأساس، الرسالة المهمة والمعقدة إلى حد كبير في قطاع التعليم العالي، هي كيف يتم تكوين الحاصل على البكالوريا توا بما يناسب كفاءته وقدراته ويراعي رغباته ويؤدي في المحصلة النهائية إلى الخروج بمنتوج وطني ذي كفاءة عالية يخدم الوطن ويكون استجابة ويتناسب مع الاستثمار الذي هو المحصلة تخرج إطار كفء. هذا الطالب حينما يحصل على البكالوريا، وبالمناسبة البكالوريا نتوقعها دائما من كل نهاية عام دراسي بشغف كبير، لأن الامتحان متجدد الدائم لقطاع التعليم العالي وللجنة الوطنية للتوجيه والمنح، هي مخرجات وزارة التعليم الثانوي من الناجحين في مختلف أنواع البكالوريا. صحيح. وهم بالمناسبة متعددون، 10 أنواع من البكالوريا الوطنية أصبحت عندنا وكفاءاتها عالية، والطاقة الاستيعابية كما أشار إلى ذلك بعض الإخوة المستشار والمدير في الغالب محدودة، ومع ذلك لا نرضى إلا أن نطورها وأن نوسع من طاقاتها. هذا الطالب يوجه اعتمادا على رغبته أولا، وعلى الطاقة الاستيعابية للمؤسسة التي يرغب هو نفسه فيها، وعلى
النتائج التي تحصل عليها في كشف درجاته أي نتائج الذي يحدد توجيهه مثلا بالنسبة لجروب بوليتكنيك أو للطبي في كلية الطب جامعة نواكشوط أو في الخارج أو في الآداب والعلوم الإنسانية أو في الدراسات الإسلامية أو إلى أي مؤسسة هو عدد المقاعد ورغبة الطالب في تلك المؤسسة والمعدل الذي تحصل عليه من خلال كشفه لأن الطلاب يتنافسون بصفة موضوعية من خلال هذه المعطيات على المقاعد في الولوج إلى المؤسسات والشعبة ليس لها دور الشعبة مهمة لأن مثلا الرياضيات لأنه يلقى يعود معدل الشعبة الأدبية ويجيك دور تخصص ينبغي أن يستمر تكوينه الأدبي في المؤسسات العالية الأدبية وأن يكون تكوينه العلمي رياضيات وعلوم أو تي أم جي أم في المؤسسات التي هو مؤهل لها لذلك ثم تخصصات يجب أن يلجا إليها ينبغي أن يلجا إليها ثم تخصصات له الرغبة فيها يغير الأولوية تعطى لحاملي شهادة وبالمناسبة تخصص توجيه موضوعي صرف لأنه تنظمه وتدور عليه واستمارة فقط يتم ملؤها واستمارة عن طريق الإنترنت تدخل في منظومة معالجة بيانات من خلال أبليكاسيون قال التوجيه.com وبالتالي تراعي طاقة الاستيعابية ورغبته والتخصص الذي يرغب فيه وبالتالي المنافسة موضوعية بين الأوائل من ناحية في الوصول أو حجز المقاعد من ناحية ثانية وهكذا دواليك طبعا الاستمارة فيها كثير من الخيارات وهم يتنافسون في مدى تلك الخيارات وبالتالي غني عن البيان وهذا ينبغي أن يذكر في مثل هذا المقام كنتيجة لتقييمنا لأداء العام الجامعي 21-22 وأننا وجهنا كان يجب أن نوجه تقريبا حدود 9307 طلاب من الحاصلين على البكالوريا الوطنية لهذا العام ما تقدم منهم من أجل توجيه للولوج إلى مؤسسات التعليم العالي في الداخل والخارج 8437 طالب يعني وجهوا كلهم بانسيابية وشفافية وبالتالي لا يوجد الآن أي قابل تقريبا حدود 4 أسابيع من الآن طالب موريتاني يرغب في التوجيه إلا وتم توجيهه لما يناسبه وبقيت مقاعد الشاغرة لا لم تبقى مقاعد شاغرة لين لم يوجهه أصلا لم يتقدم هذا هو اللي تحت الطاقة الاستيعابية ما تزال بإمكانها لا تزال الطاقة الاستيعابية مطروحة مشكلتها لأن من مسؤولية اللجنة الوطنية للتوجيه والمنح ومن مسؤولية الأخلاقية لوزارة التعليم العالي أن لا يبقى حامل بكالوريا وطنية يرغب في ولوج لمؤسسة التعليم العالي إلا ولجها ووفر له مقعد وهو مبرر أننا في عام 21 غير التشريع الذي كان يحد من ولوج ما المسنين فوق 24-25 لمؤسسات التعليم العالي وفتح الآن كل من يحمل الثانوية العامة الوطنية أو الأجنبية من أبنائنا يفتح لهم الولوج للمؤسسات المناسبة لهم والتخصصات المناسبة لهم ليحول دون ذلك ألا عزوفه هو عن الرغبة لاعتبارات تتعلق باهتمامه بمسابقة أو بتسجيل أو بتكوين آخر لا يخضع للتوجيه ونحن من ذلك وبالتالي الطاقة الاستيعابية رغم أنها مشكلة إلا أنها يتم التغلب عليها دوما بمراعاة تناسب وتناغم وتوازن تكويناتي بمؤسسات التعليم العالي إلى حين طبعا توسعات التي دشنت مؤخرا والإنشاءات التي قيم بها مؤخرا من مؤسسات جديدة ومن توسيعات مماثلة لما هو قائم كما هو حال في المدرجات والفصول والمخابر في مؤسسات التعليم العالي وثمة إرادة قوية جدا بل إنها فعلا سترى النور قريبا بإنشاء مؤسسات على المستوى الجهوي مؤسسات التعليم العالي من أجل تخفيف الضغط وبناء خارطة جامعية وطنية للتعليم العالي إذا نحن نعتقد أننا في مجال التوجيه والمنح حققنا وإنجزنا التوجيه برسم السنة الجامعية بسلاسة وانسيابية وبموضوعية
لعموم حاملي البكالوريا 22 ونتطلع في أفقية 23 وأرغب في أن يتابعنا السادة آباء التلاميذ والتلاميذ في السوابع لهذا العام من أجل أن يتفهموا طبيعة الإجراءات وما ينتظر الناجحين إن شاء الله من أبنائنا في البكالوريا القادمة من أجل الولوجي بسلاسة وانسيابية لمؤسسات التعليم العالي في الداخل والخارج. جيد، إذا تفضلوا السيد إيدومو، نواصل فيما يتعلق بتحسين الظروف العامة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، أهم الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن. أريد في هذا المجال وقبل أن نخرج من محور التوجيه والمنح أن أقول إنه من مثلا الإنجازات التي تحققت هو زيادة معتبرة في منحة الطالب غير ملي زيادة في عدد الممنوحين لأنه عادوا يمتنحوا الأوائل كاملين من الشعب البكالوريا الخمس من أول فصل دراسي في الجامعة يبدأ الطالب يجبر منحة. يجون احنا الأوائل في شعبة الأداب وشعبة الرياضيات وشعبة العلوم إلى آخره عادوا تعطى لهم منحة. منحة للخارج. إيه. وفي الداخل يرغبوا في ذلك وعادوا هم اللي يمتنحوا الأوائل من جميع الشعب في كافة مؤسسات التعليم العالي وهذا عدد مثلا مهم. من ليسانس ومن ماستر. يمتنحوا يواصلوا من الليسانس يمتنحوا يواصلوا ماستر وما يتعلق ومن ماستر يمتنحوا يواصلوا ما يتعلق بالمنحة الداخلية هنا داخل الجامعة منحة هون داخل الجامعة زادت خلال السنوات الأخيرة زادت ب 5000 قديمة وهذا مثلا مجهود كبير وإضافة إلى ذلك تم تحسين ظروف الأساتذة أولا بزيادة رواتبهم زيادة معتبرة ثانيا بتخفيف العبء التدريسي عليهم زاد أيضا بإنصاف بعضهم اللي كان لسنوات ما يقدر يتقدم وهو راغب في التقدم ومثلا تم إنصافهم وتم تحقيق رغبتهم في التقدم وحقهم في التقدم تم أيضا في مجال التحسين من المصادر البشرية تم اكتتاب عدد لا بأس به من الأساتذة سواء كان ذلك في مؤسسات التعليم مثلا عندناها تم اكتتاب 118 في مؤسسات التعليم العالي وتم اكتتاب 19 عندي عنها في المحضرة الشنقيطية تم أيضا فيما يخص الطلبة تم تحسين ظروفهم من ناحية السكن مفتح لهم سكن للطلبة الذكور ما كان خالي. دراي كان ذاك السكن عنده شروط من أجل الاستفادة منه والله. طبعا هو ما هو مثلا عطاقتهم اللي هو محدودة غير في معايير على أساسهم كيف تقال المكلف مهم كبير لكن في التوجيه توجيه حق للجميع غير عنده معايير وكذلك الولوج للسكن الجامعي عنده زاد هو ما هو لأن أي طالب جاء وقال إنه عنده رغبة في إنه يسكن فما هي هاي ذلك بعد ما أنا حاسين بطالب جاء ولا مثلاً ولا جبروا به اللي طاقة السكن الجامعي مازالت ما فات هو مفتح عام الأول وذا العام لا يزيد عدد الطلبة اللي لا يلجوا يزيدهم بنسبة لباس بها تم كذلك تحسين خدمات المركز الوطني للخدمات الجامعية من ناحية المطعم ومن ناحية النقل إلى آخره وهذا بشهادة من المعنيين الأساتذة نقابتهم والله واحدة من نقاباتهم
ثمنت الإجراءات اللي وعد العلوم الطلبة أيضا أو السنوات الأخيرة تعودوا لاحظتوا عن فم هدوء عادة كان يعود فم قدر من قلة الهدوء وقدر من الإضرابات وقدر من هذا أو السنوات الأخيرة لا خف ذاك لأن تم التفاعل مع طلبات والطلاب والاستجابة لبعض مطالبهم في حدود الممكن. جيد، اذا شكرا لكم السيد المستشار. السيد المدير، فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي طبعا، فيما يتعلق بالجوده، كيف تعملون من اجل تحقيق جوده اعلى من السابق؟ شكرا. بالنسبه للجوده نختار شوي نعرج على 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 على, على جزء من الموضوع اللي نعالجه، هو بصفه عامه قبل الفعالي. الجودة دائما دخلوها في إطار الفعالية، رعاية التعليم دخل في الفعالية الداخلية والفعالية الخارجية. الفعالية شنو هي؟ الحقيقة أن مؤسسة التعليم العالي مهم، كي قالوا الزملاء، مهم أن الدولة تضمن ولوج سلس وحسن معايير للطلاب شغل المؤسسات. غير مهم أن المؤسسات تضمن تكوين عنده مستوى من الجودة، يمكنهم من يجبروا عمل، يمكنهم من يقدموا دراسات ويعمقوها ويعودوا فعلا فاعلين في المجتمع ويقدموا منهم. هذا يحتاج كثير، يحتاج اكتتاب اساتذه، هو اللي اشرنا لي. صحيح. كان الزميل 2019 2022 ما بعدد 234 استاذ مكتتب. صحيح. في الفتره. في اكتتاب مولي الان طلب الاعتماد، اعتماد اكتتابات لا باس بها بالنسبه للسنه الجايه. اذا هذا عنصر اشترط لي في ذيك الموارد اللي طارت الدوله وزيات الوجهه اللي تندار في كتاب الاساتذه. كذلك البرامج نفسها والوسائل الضروريه من اجل ان يعود التدريس مع تدريب على مستوى المؤسسات يضمن مجموعه من المهارات والكفاءات تجعل الطالب الخريج عنده مستوى جيد وقابل للتشغيل. هذا من اجل ضمان هذا تم انشاء السلطه الموريتانية ضمان جوده التعليم العالي، وهذا على غرار المنظومه في العالم كله. اتضح انه لا بد من وكاله مكلفه بتقويم البرامج، مكلفه بتقويم سير الدروس والتعليم، وتعطي لوزاره التعليم العالي التي هي الوصيه على القطاع، تعطيها فكره عن نقاط القوه ونقاط الضعف كما تعطيها للمؤسسات بشيء من الشفافيه. ولا شك انكم تعرفون ان مؤسسات التعليم العالي تتمتع بقدر من 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 الاستقلاليه الماليه والاستقلاليه التربويه ايضا، وهذا هو ما يجعل التقويم الخارجي ضروره من اجل ان تكون الدوله على علم بما يجري فعلا في المؤسسات داخل المؤسسات. هذه السلطه انشئت 2020 عمليا 2020 وبدات تضع المراجع والاليات للتقييم حسب المعايير الدوليه. والان بدا تقويم لمؤسسات، لمجموعه من التكوينات في مؤسسات، وسوف تخرج نتائجه لتمكن المجموعه التربويه بما فيها الاساتذه ومسؤولي المؤسسات من الوقوف على الموقع الذي نقع فيه نحن كوزاره التعليم العالي بالنسبه للمعايير المعتمده الدوليه. ولا شك ان هذا شكل من الرقابه، الشكل من المعايير على المكونين وعلى الإدارة نفسها، على سلطة الجامعة. نعم، هذا فيما يتعلق بالفاعلية كما تحدثتم، ولكن ما يتعلق بجودة التعليم ومخرجاته، أهم من رأي كان فماتيا استحداث، كانكم استحدثتم مناهج، هذه مناهج تطويرها من أجل أن يعود فما موائمة ما بين مخرجات التعليم المحلي مقارنة مع البلدان الأخرى. هو احنا عندما قلنا الفعاليه هنالك فعاليتين، فعاليه داخليه، فعاليه داخليه وهي هل التعليم الذي نقدمه يمكن الطلاب الذين يلجون الى سلك الليسانس يمكنهم من النجاح، والذين يلجون الى سلك الماستر يمكنهم من النجاح. اذا هو شيء ما معبر من النجاح ولكن في هذه المقررات فقط. صحيح. الفعاليه الداخليه يمكن ان نلخصها بانها هي نسبه النجاح. فاذا كانت المنظومه الدروس تسير بطريقه تجعل الطلاب يستوعبون المناهج وينجحون في التدريبات، ستنجح منهم نسبة كبيرة وتحصل على الشهادات التي من المفترض أنها تعبر عن كفاءة. إذا كانت الكفاءة تحصل
ونسبة النجاح لا بأس بها، نقول بأن الفاعلية الداخلية جيدة. الآن الفاعلية الخارجية وهي تناسب التكوين مع حاجيات السوق. السوق سواء كان السوق الوطنية أو الكفاءات التي هي خارج الحدود، كفاءات تقنية فنية علمية، هذا التجانس أو هذا التناسب بين نوعية التكوين وطبيعة التدريبات والحاجية، حاجية التشغيل، يعني أقول سوق العمل حاجية التشغيل، سواء كان استمرار تكوين وبحث أو كان مهني، هذا هو ما يسمى الفاعلية الخارجية لمؤسسات التعليم. ولذلك نحن نسعى إلى أن يكون التكوين يناسب حاجيات التشغيل، ويكون هذا التكوين يمكن الطلاب من النجاح، أي يستخدم الأدوات التي تمكن تربوية والمناهج التي تمكن الطلاب من النجاح. نعم، إذا ما زلنا راهي نواصل فيما يتعلق بجودة التعليم ومخرجاته، وأيضا ما يتعلق بالبحث العلمي وما تم تحقيقه مؤخرا من أجل النهوض بهذا الجزء المهم من قطاع التعليم العالي. إذا سيد المكلف المهمة فيما يتعلق باستحداث برامج جديدة للتعليم، هل مثلا لدينا نظام الأمديكا آخر برنامج للتعليم العالي في موريتانيا، هل هنالك يعني خطوات سيقام بها أو يقام بها حاليا من أجل تطوير هذا المنهج أو البرنامج؟ ومراجعة البرامج والتقييم الداخلي والخارجي للمؤسسات والتكوينات عمل مستمر، والذي من خلاله يشعر القطاع بخطورة طول المكث في السنوات التعليم العالي من ناحية، أو التسرب والرسوب من ناحية ثانية. وطبعا العلاقة من غير الخفية أنها وطيدة بين المجالس التربوية التي تسرع على استحداث التكوينات والتعبير عنها، وبين القطاع ممثل في المجلس الوطني للتعليم العالي الذي يجيز ذلك، وبين اللجنة الوطنية للتوجيه والمنح التي توجه للتكوينات المجازة والمقبولة، والتي وصلتها ضمن التعبير عن الطاقة الاستيعابية من طرف المؤسسات. إذن العلاقة وطيدة والتنسيق قائم، وبالتالي لا غرابة إن تم إغلاق تكوين كان قد فتح ووجه إليه ولكنه لم تعد الحاجة ماسة إليه، يتم إغلاقه أو الحد من التوجيه إليه، واستحداث تكوينات مرتبطة به المشاغل الوطنية والتشغيل وسوق العمل وبيئة الجامعة وبيئة التعليم العالي كحاضنة في مجال التكوين، وبالتالي تناسب طردي بين الفاعلين على المستوى التربوي والعلمي، وبين الإدارة من جهة، وبين من أعطي تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التكوين والتعليم، الذي هو القطاع بصفة عامة واللجنة الوطنية للتوجيه والمنح. باقي شوي إشارة أريد أن أنبه عليها، هو أننا لاحظنا خلال منتوج البكالوريا للسنة الماضية، ويظهر أنه سيكون كذلك تتسم به ملامح السنة الجامعية القادمة إن شاء الله، هو تقريبا حدود تناغم بين نسبة النجاح بين البنات وبين البنين في البكالوريا، يعني ارتفاع ارتفاع البنات في التعليم العالي والموجهين منه، لدرجة أنهم وصلوا في عموم التوجيهات لعموم البكالوريا إلى حدود 4050 طالب، في حين أعلن الأولاد كانوا 4684 طالب. إذن الفارق إلى حد ما محدود وقابل لأنه لا يزداد، ومع ذلك بعد القطاع، وهذه هي اللفتة التي كنت أريد أن أشير إليها في مجال التكوين والتوجيه، لا يخفي أنه دائما يعزز من جناب طالبات في مجال المنح وفي مجال التكوينات
لأنهن في واقع الأمر تكوينهم وولوجهم إلى الحياة العملية شيء مهم بالنسبة للمنظومة وللقائمين عليها. ولذلك آخر تغيير للمنظومة التي تحكم التوجيه والمنح كان في عام 21 والذي بموجبه رفعت النسبة من 4% من المنح للبنات إلى 8% على المستوى الخارجي، وبالتالي استفادت منه أكثر من 30 طالبة في التكوينات على المستوى دولي الجواري وعلى المستوى كان نسبة ثابتة، تمييز إيجابي لهن في مجال المنح، بالرغم من كونهم ولله الحمد نسبة نجاحهم ومستوى نسبة ولوجهم إلى مؤسسات التعليم العالي عالية وناجحة، ومع ذلك توجيه وإعادة التوجيه والمنح خارجيا وداخليا هم لهم حظوة ولهم تمييز موجب في هذا الإطار، فقط أردت أن أشير إليه في هذا السياق. جيد سيد المستشار، نريد هنا الحديث عن أهم الإنجازات التي تحققت من أجل النهوض بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. هذا سؤال واسع جدا ونحن قلنا فيه شيء وما زال عندنا ما نقوله، لأن الإنجازات في قطاع يعني نتحدث عنها يمكن أن نتحدث بشكل عام عن بعض الأمور، نتحدث عنها بشكل نقاط فقط، مثلا بناء جامعات جديدة. قبل أن أعدد بعض الإنجازات أن أوضح، ذكرت قبل قليل أنه تم اكتتاب 112 أستاذ لبعض المؤسسات التعليم العالي، كان ذلك في سنة 2021 فقط. صحيح. و 19 أستاذ لصالح محضر الشنقيطية في سنة 2022، معناها عن الإرادة في زيادة عدد الأساتذة وفي زيادة المصادر البشرية إذا قوية. وأريد أيضا أن أضيف إلى ما قاله السيد المدير فيما يخص فعالية مؤسسات التعليم العالي وجودتها، أنه وبعد إنشاء السلطة الوطنية لضمان جودة التعليم العالي تم منذ في السنوات الأخيرة تم البدء في عملية تقييم هذه المؤسسات، أولا تقييمها الذاتي وبعد ذلك هي الآن بعضها في طور التقييم الخارجي، وهو ما يساهم في جودتها. وتم كذلك إنشاء مركز للتكوين حول القابلية في قابلية للتشغيل، وهو ما يساعد مؤسسات التعليم العالي في استشراف إمكانيات التكوين للطلاب الذين تخرجهم. فيما يعني إذا طلبتم مني أن أعدد بعض الإنجازات، مثلا من بين الإنجازات الملموسة في السنوات الثلاث الأخيرة، تم إنشاء مؤسسات جديدة تساهم في زيادة القدرة الاستيعابية كالمعهد العالي لمهن الطاقة وكالمعهد العالي للرقمنة والمدرسة العليا للدراسات التجارية. تمت أيضا إعادة هيكلة كلية الطب لتضاف إلى التكوينات التي توفرها، تضاف إليها الصيدلة وطب الأسنان، وهذا إنجاز مهم. صحيح. لأنه يوسع من قدرتنا على تكوين الأطباء. تم أيضا توسيع بعض المؤسسات كالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بروسو والمعهد الجامعي المهني هنا بنواكشوط، وكذلك المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات الذي تم إعادة تأهيل أحد المدرجات فيه. وتم كذلك في ميدان التكوين تنويع شعب التكوين،
تم إنشاء العديد من المسارات التكوينية لا يمكن أن نذكرها هنا، ولكن يمكن أن نذكرها مثلا تكوينات مهنية كماستر مهني مشترك بين كلية العلوم ومعهد المحاسبة في مجال المعلوماتية التطبيقية. وهناك أيضا من بين الإنجازات في هذه الفترة اعتماد استراتيجيتين لأول مرة في تاريخ موريتانيا وفي تاريخ التعليم العالي، يتم اعتماد استراتيجية وطنية للتعليم العالي ترسم معالم مثلا مستقبل القطاع ومهامه وأولوياته إلى آخره، وتم كذلك اعتماد استراتيجية وطنية للبحث العلمي والابتكار، ولكل من الاستراتيجيتين خطة عمل واضحة على مدى السنوات القادمة. ويمكن أن نواصل مثلا ذكر مهمة إنجاز كبير وهو يدخل في إطار ولوج الطلاب، تحسين من ولوج الطلاب للتعليم العالي، وهو إلغاء قرار منع من تجاوز 24 سنة من صحيح قرار الكتاب. وذكرت أيضا زيادة عدد منح التميز إلى آخره. إنجازات كثيرة. إذن لهنا نواصل مع السيد المدير فيما يتعلق بالبحث العلمي، ما هي أهم الخطوات اللي نقام بهم مؤخرا من أجل تطوير البحث العلمي في الجامعات والمعاهد البحث التعليم العالي؟ شكرا. فعلا البحث العلمي كما تعلمون هو مسألة هامة جدا في المنظومة، لأن يعني التعليم العالي جودته ومعناه يستمده من مكونة البحث العلمي. صحيح. وكانت دائما تطرح مشكلة، وهي مشكلة البحث العلمي مكلف ويتجه إلى عدد قليل، وهو الطلاب أو الخريجون الذين لديهم كفاءات عالية ويستمرون في الابتكار. التعليم الجيد يؤدي إلى البحث، والبحث الهدف منه الابتكار. إذن المشكلة المطروحة أنه مكلف، وما يلزم الإشارة إليه هو ثلاث مسائل. أولا من حيث تأسيسه تم إعداد ووضع نص ينظم البحث، وتم وضع نص ينظم الباحثين كسلك، وتم إعداد والموافقة واعتماد استراتيجية وطنية للبحث. طيب ما معنى كل هذا ينظم معناها احنا بسيطين بس معناها ما أريد أن أصل إليه هو أن البحث حد خارج الجامعة ينقالوا البحث، يعني تقول البحث يخلق في إطار، يخلق 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 في الكليات في إطار شين قالوا وحدات البحث. الله من قالنا شنو وحدة البحث؟ أنت تشكل وحدة من يشكلها؟ الوحدات البحث هي براسها في حق مرحلة من التطور، يعني مختبرات بحث. هذا في العالم بصوته وإحنا بادئين. إذا نصور هذا دائما مشكلة، يعني تبدأ مسألة تبدأ في تنظيم لهي تصل فيه التنظيم مادة سبك تاكله، وبالتالي هذا هو سبب طرحنا بعد النصوص وحاولنا أقلموها مع واقعنا اللي هو تنظيم البحث. يعني هي بحث في إطار خلق. أيوه. ثاني البحث من يعدوه لساتذة الباحث، إذا لابد عنده نظام خاص، إذا وعد النظام الخاص لساتذة الباحثين 2020. كذلك الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي اللي إشارة لها، لأن البحث العلمي عنده خصوصياته، وإن قال التعليم العالي قال هو خصوصيته الأساسية وحاجته للتمويل وحاجته إنشاء مخابر لميزان هذا إظهار التثمين وهكذا. إذن وعدلت الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار. أيوه. وهذه الوكالة عاد عندها صندوق، يعني اخترنا نعطي أرقام شوي. الصندوق 2021 كان صندوق خاص لدعم البحث العلمي فيها 399 مليون روبية قديمة. 2020 انزاد ينصل 429 مليون، وال 429 دي 2023 هاي 429 مليون ايش لاقي تمول؟ لاقي تمول البحوث اللي يشتروا منها الأدوات البحث والأجهزة الفنية في المخابر، واللي يتمكن من كل ما يمد ويسرد البحث العلمي. إذن هذا على الصندوق مطروح للبحث العلمي. تم كذلك اشتراك في منصات علمية، بدأت عندنا مكتبة رقمية، عندنا منصات علمية فيها النشر حسب التخصصات. احنا مشتركين في 4 منصات، وبالتالي الوحدات اللي نظموا تم اعتماد بعضهم اياك يستفاد ايضا من 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 التمويل. وهذا احنا نأمل بانه في السنوات القادمة انه يمكن من 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 توطيد الصلة
بين التكوين الجيد والبحث العلمي والابتكار وتذمين الابتكار. تذمين الابتكار جيد. إذا فيما يتعلق أيضا كان في حلقة ماضية معنا نائب رئيس الجامعة وتحدث معنا عن الدعم اللي وعدل مؤخرا للبحث العلمي وعن الاتفاقيات اللي تتم ما يتعلق بالباحثين اللي عندهم في الجامعة مع الوزارات والله القطاعات المعنية بمجال باحث معين انهم يدعموهم من اجل انهم يستفادوا من البحث اللي يقوم به. صحيح شوفي والبحث العلمي كي قلنا تنظيمه هو انه يخلق في اطار الكلية وفي اطار وحدات البحث وبالتالي المسؤول الاول عنه هو المسؤول عن وحدات البحث، المسؤول عن المخابر، المسؤول عن مدارس الدكتوراه. ايوه هذه هي المسؤوليه المباشره، المسؤوليه المباشره تتم خلال شراكه المستوى الدولي وهذا يجعلنا مباشره نتكلم عن العلاقه بين اللي قالوا التعاون والشراكه واللي قالوا البحث العلمي، لان الشراكه اهم شيء تتمثل فيه وتتجلى فيه. وان احنا بما ان عندنا دكتوراه كتكوين دكتوراه مدارس دكتوراه تكوين دكتوراه وبحث الدكتوراه في بدايته لابد ان يكون هنالك مرافقه من طرف اساتذه متمرسين في جامعات في التخصص الذي نجري فيه الدكتوراه، لان هذا يفتح مجال للشراكه. وكذلك الشراكه في الشراكه حتى التشارك في المختبرات والتجهيزات، وهذا من مهام الصندوق، لان الصندوق يمكن شراء مستلزمات قابله للتشارك في استغلالها من طرف مختلف الباحثين. جيد، إذن شكرا لكم. إذن السيد محمد رميم فيما يتعلق، ما زالت لنا دقيقتين تقريبا، نختار نتحدث فيهم عن الآفاق المستقبلية اللي تشوفوها القطاع التعليم العالي والبحث العلمي اللي تسعى أن تتحقق في خلال المستقبل القريب. آفاق بمشيئة الله تعالى واعدة ومبشرة ونرجو منها الخير وهي كذلك لأن الإرادة السياسية لدى الرئيس ولدى الحكومة صادقة وقوية من خلال رصد الموارد المالية سواء في تطوير وتوسيع بنيات التعليم العالي والبحث العلمي أو سواء من خلال القيمين على قطاع التعليم العالي من خلال تحسين الحكامة والجودة، لأن الجودة والحكامة حينما نتحدث عنها في التعليم العالي تتطلب القيام بمزيد من الشفافية وبمزيد من جودة التسيير وبمزيد من جودة استغلال تلك الموارد. ومن غير الخفي أن 17.4 مليار التي هي ميزانية التعليم العالي منها 1.7 مليار هي حجم المنح الخارجية فقط بالنسبة للجنة الوطنية للتوجيه والمنح، والرقم أكبر من ذلك بالنسبة للمنح الوطنية. إذن الأولوية في مجال التكويني وفي مجال البحثي عالية لدى القطاع، وهذا يجعل فعلا تعزيز كفاءة المؤسسات شيء ضروري جدا ومطالب به في الإطار، لأنها هي الإطار المؤسسي في, 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 في إنجاح وتطوير على أرض الواقع مؤسسات التعليم العالي وتحديد علاقتها الإيجابية وسلامتها مع الوسط الاجتماعي للجامعة، لأن الجامعة لا بد لها من حاضنة والحاضنة هي التي تستفيد من الجامعة. شكرا. نتفضل سيد المستشار. قبل أن أتحدث عن الآفاق بسرعة نختار نرجع شوي لتعداد الإنجازات لعله يكن عادل بين كفتي مكونات الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أريد هنا أن أقول أن الصندوق الوطني لتمويل البحث العلمي والابتكار الذي تسيره الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، أن هذا الصندوق ميزانيته ميزانية تزداد بالطراد. هي مثلا في بدأت ب 350 مليون أوقية جديدة في 2021 ولحقت 399 مليون في 2022 وهذه السنة لحقت 409 في ميزانية العام لحقت 429 مليون. هذا يدل على أهمية اللي ينقالوا البحث العلمي بالنسبة للقطاع، تمشيا مع برنامج رئيس الجمهورية
فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ العزواني الذي يريد للبحث العلمي أولا أن يلائم يتلائم مع متطلبات التنمية الوطنية، وثانيا أن يكون تكون في شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، يريد أن يشرك القطاع الخاص في البحث العلمي. وذكرتم سألتم عن الدعم الذي قدمته الوكالة للباحثين، هي مثلا قدمت 29 منحة ذات قدمت 29 نعم. منحة نعم نعم وفتوا ذيك ومولت 29 مثلا بحث. وفيما يعني الآفاق نحن في القطاع نعمل على أن يستجيب القطاع للطلب المتزايد من الناجحين في البكالوريا إن شاء الله ولمتطلبات تنويع الاقتصاد، وهذا تمشيا مع برنامج نعم. فخامة الرئيس. نعم تخطينا قاع وقتنا، غير تفضلوا السيد الموزير. نختار نقول إن إن شاء الله تعالى نأمل ولان إن شاء الله الأمور تسير إلى أحسن. غير ملي ما نمجه للتحديات، تحديات حقيقة في التعليم العالي في المنطقة. من بينها اللي نسبة النجاح اللي في الحقيقة ما هي قاع مسؤولية التعليم العالي وحده، لأن الطلاب جو عندهم مستوى من المنظومة الأخرى. ومن بينها قضية التلاوم بين التكوين والتشغيل ولا هي مشكلة وطنية، لأنها يعني تتعلق أيضا بالنسيج الاقتصادي للبلد. أو تحديات ما لكنهم غير العمل يجري خلال استراتيجيات يحلوها البلد. إذن شكرا لكم ضيوفي الكرام، شكرا لكم السيد محمد لمين والأحمد زيدان مكلف بمهمة رئيس اللجنة الوطنية للتوجيه والمنح، شكرا لكم. شكرا لكم السيد إدومو والمحمد لمين مستشار مكلف بالاتصال بالوزارة طبعا، شكرا لكم. شكرا لكم السيد أحمد دونا والعبدي مدير التعليمي العالي. إذن شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل وإلى اللقاء.